أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. تتواصل الاحتجاجات في تعز لليوم الثالث على التوالي تنديدا باستمرار انهيار العملة، حيث خرج المئات من أبناء المدينة في مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة تندد بصمت الحكومة وتخاذل التحالف تجاه انهيار الريال وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. لم تكن المحافظات الأخرى في منأى عن هذه الاحتجاجات، ففي أبين حمل المواطنون الحكومة والتحالف مسؤولية انهيار الوضع الاقتصادي وتردي المستوى المعيشي، وطالب المواطنون هناك بدعم استقرار العملة المحلية وإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي يهدد بوقوع كارثة إنسانية. محافظات عديدة أخرى من بينها عدن وحضرموت تشهد احتجاجات واسعة تندد بغلاء المعيشة وانهيار الريال. قد أثرت هذه الأصوات الشعبية المرتفعة على المواقف الدولية ومنظمات المجتمع المدني، فمن جهتها أبدت الأمم المتحدة مخاوفها من انهيار الاقتصاد ودخول اليمن مرحلة المجاعة، كما تحدثت منظمات دولية كثيرة بضرورة إنقاذ اليمن من هذه الأزمة وزيادة الدعم المالي لمواجهة أسوأ أزمة إنسانية عالمية. عن تطورات الوضع الاقتصادي والمعيشي وانعكاساتها على الشارع سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة. نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم بعد أن نشاهد التقرير الذي أعده الزميل عمر النهي. في طوابير أطول من صبرهم على جوع ووجع الحرب، يقف اليمنيون في متاهة الوصول إلى لقمة العيش. خلال 4 سنوات من الحرب لم تصل المأساة ذروتها كما انكشفت في الأربعة الأشهر الأخيرة، حيث انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها أمام العملات الأجنبية، والارتفاع الجنوني في أسعار المشتقات والمواد الأساسية ومستلزمات المعيشة. تجاوز سعر الصرف حاجز 700 ريال للدولار الواحد في ظل المخاوف من تخطيه حاجز 800 وتفشي سوء التغذية الحاد وضحايا المجاعة. هذا بخمسين ريال، هذا بخمسين ريال روتي. لماذا ابن أولادي؟ أين حكومتنا؟ أين البنك المركزي؟ تقلص رغيف الخبز كثيرا، كما تقلصت أحلام الناس الكبيرة من البحث عن الحرية ودولة القانون إلى مقاومة غريزة البقاء على قيد الحياة من خلال البحث عن الخبز والعلاج. هذا الوضع دفع إلى واجهة الأحداث بموجة غضب شعبي حمل شعارات منددة بالعجز الحكومي وتخاذل التحالف. هنا في تعز أعلن عصيان مدني شامل، وعلت الأصوات الغاضبة ورفعت شعارات تندد بتجاهل الحكومة لمعاناتها والمطالبة برحيل التحالف، كما طالبت أيضا بسرعة استكمال الحسم العسكري لإنهاء الحصار من قبل ميليشيا الحوثي. الاحتجاجات أيضا شملت محافظات كثيرة باستثناء مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وعلى رأسها العاصمة صنعاء التي ظلت عاجزة مكبلة بميليشيا الموت والقهر اليومي، عدا عن إغلاق لبعض المحلات والشركات التجارية. وعلى الرغم من الوديعة السعودية المعلنة إلا أنها لا تكفي بحسب خبراء واقتصاديون، فكارثة انهيار العملة تتطلب وديعة أكبر بالتوازي مع تنشيط مصادر الإيرادات التي عطلتها قوات التحالف، كما تتطلب الكارثة تأمين تواجد الحكومة على الأرض والعمل من الداخل بدلا من البقاء في الرياض. لدينا اتصال أول في هذه الحلقة، الأخ إبراهيم التميمي من تعز. أهلا بك إبراهيم. أهلا وسهلا. تعز واحدة من المحافظات ربما التي تشهد مظاهرات واحتجاجات للشارع للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. برأيك إبراهيم، من يتحمل مسؤولية الوضع الذي وصلنا إليه الآن؟ نعم أخي الكريم، تعز في حالة احتقان وغضب شعبي واسع بسبب الوضع المعيشي الذي ينذر بكارثة إنسانية كبيرة نتيجة لارتفاع الجنوني للأسعار المواد الغذائية وتدهور العملة. وتعيش تعز منذ ثلاثة أيام متواصلة اعتصامات ومسيرات غاضبة صاحبها عصيان مدني شامل، إغلاق المحلات التجارية ومحلات الصرافة. يأتي هذا الاحتقان الذي تشهده تعز انعكاسا للسياسة الخاطئة التي تنتهجها الحكومة والتحالف. بسبب ذلك يسبب ذلك يعني بسمة مشتركة في كل المناطق التي توصف بأنها شبه محررة. أبناء تعز غاضبون من فساد الحكومة وعدم الجدية والسياسة الخاطئة الذي ستوصل البلاد إلى ما لا يحمد عقباه إذا لم يتم تدارس الوضع. ويظهر ذلك بشكل ملفت من خلال الشعارات والعبارات التي يطلقها المحتجون خلال الثلاث الأيام الماضية، من التحالف يقتلنا، الشرعية تقتلنا، لا تحالف بعد اليوم.
طيب يعني كما تعلمك الكريم تعز محافرة منذ 4 سنوات وتعز أكثر المحافظات اليمنية معنا التي كثير المفروض عليها مستقبل الحوثيين وما زالت حتى يومنا هذا تعاني من هذا الحصار. هناك قضايا أخرى ساهمت في زيادة هذه معاناة أبناء تعز. هناك أخي الكريم قضايا مثل تدهور الصحة التي يموتون في المستشفيات لا توجد علاجات. الجانب الأمني متدهور. الجانب المعيشي زاد حدته في انهيار الريال أمام العملات الأخرى. أدى ذلك إلى ارتفاع كارثي في المواد الغذائية وهذا لن يمكن القبول به مطلقا. طيب برأيك إلى أين يمكن أن تصل حالة الغضب الشعبي هذا وماذا عن الاستجابة لمطالب الناس من قبل الحكومة اليوم والتحالف؟ أخي الكريم أعتقد أو باعتقادي أن هذه الاعتصامات والعصيان المدني سيتواصل إذا لم يتم تدارك الوضع من قبل الحكومة. لا شك بأن الحكومة هي من تتحمل المسؤولية الرئيسية في تفاقم معاناة المواطنين خاصة في تعز نتيجة الفزز المستشري في الأجهزة المختلفة وعدم قدرتها على إدارة شؤون البلاد بالطريقة التي تعكس للمواطن أن هناك سلطة تعمل من أجل المواطن بدرجة رئيسية. طيب شكرا جزيلا لك إبراهيم من تعز. لدينا اتصال من المأرب الأخ جمال. أهلا بك جمال. أهلا وسهلا بك. في البداية لو تحدثنا عن الوضع، كيف هو الوضع الاقتصادي والمعيشي في مأرب؟ والله الوضع لا يختلف عن بقية محافظات الجمهورية. الوضع المواطن البسيط بائس جدا. كثير ترى في وجوههم اليأس بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مهول ولا يجدون قوت يومهم مع ارتفاع هذه الأسعار وارتفاع العملة. ويعني لا تعرف تعيش نفس الوضع الذي يعيشه ابناء الجمهوريه بالكامل. طيب برايك من يتحمل مسؤوليه ما وصلنا اليه وايضا ما هي الحلول التي يمكن ان تسهم من حاله التدهور في الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين؟ بالتاكيد تتحمل ميليشيا الحوثي نتيجه الانقلاب وكذلك التحالف الشرعيه لفشلهم في اداره الامور والحكم العسكري منذ 3 سنوات تقوم الحرب ولم يتم الحكم وايضا لم يتم ايجاد اي حلول. التسهيم في اعاده العمله الى طريقها هي التصدير السماح للحكومه بالعوده اولا الى عدن ثم السماح بتصدير وفتح المنازل والمواهب الحصار المفروض حاليا على الموانئ اليمنيه وعلى التصدير اليمني هم سبب رئيسي ايضا في انهيار العمله والحرب عليها. طيب جمال ما هي رسالتك اليوم للاطراف المعنيه بهذا الوضع؟ يعني ما الذي يمكن ان تقوله سواء للحكومه او للتحالف؟ والله رسالتي تختلف كثيرا عن الرساله التي واجهتها اليوم وهي مع شكرا جزيلا لك جمال المارب. اتصال آخر سارة من تعز. أهلا بك سارة. سارة بداية كيف تنظرين للوضع في تعز فيما يخص الوضع الاقتصادي والمعيشي وحالة المواطنين وفق مشاهداتك؟ الوضع المعيشي للأسوأ. نحن لا نلوم الحوثيين بصراحة يعني نلوم الحكومة عز وجل. الوضع الاقتصادي كل يوم في تدهور، اليوم الثالث في محافظة تعز، الشعب مستغرب يعني مش واعي ايش يحصل اصلا. الو اسمعك، طيب انت بوجهة نظرك ان الحوثي فقط هو من يتحمل مسؤولية ما يحدث؟ ما اسمع. تسمعيني؟ ايوه تسامي اسمعك.
فقط ميليشيا الحوثي هي من تتحمل مسؤولية ما ألت إليه أوضاع المواطنين؟ لا. من وجهة نظرك؟ لا، الوضع نحمل الجميع المسؤولية من الحوثيين، من الحكومة. الحقوق كيف يعني ما نقدرش نحملها المسؤولية؟ يعني بالله عليك، يعني الآن الدولة كل يوم في السياج، يعني الوضع فوق ما تتخيل. يعني ما أقدرش أقول لك خاصة في محافظة تعز، مما أضطر المواطنين كل يوم ينزل للشارع. يعني إيش يعني رغم إن الآن المظاهرات تشوفها يعني ما راح تجيب فائدة، لأنه الحكومة هي بالخارج، حتى تشوف الوزراء والحكومة تشوف لو في قناعة خارجية يقوم على طول يضيف يعني موافق، أما لو في قناعة ما يقضيش. يعني سكوت مخزي للحكومة الشرعية للأمانة. طيب ليش يعني ما يتمش توضيح للرأي العام عبر وسائل الإعلام؟ ولا أنا غلطانة؟ يعني هذا الوضع لازم ينظر له بعين الحكومة، مش قادرة توفر لك أبسط المقومات الأساسية كمواطن يمني. وكلها مع السلامة يعني بدون مختصر يعني بالشفافية. طيب برأيك لماذا الحكومة اليوم هي بعيدة عن معاناة هذا المواطن؟ لماذا لا يشعر المسؤولين بهذه المعاناة؟ هل لأنهم خارج البلاد؟ هل لأن مرتباتهم بالعملة الصعبة؟ ما شاء الله عليك أستاذ سامي، سؤال وجيه. شوف بقول لك، أولا اليوم يعني أستغرب إنه وصلتني صورة لمطعم في مصر، مطعم يعني يجيب دخل للحكومة. طيب أنت تشتغل على الحكومة تقول لها تقول لها كلهم مستفيدة الآن، مستفيدة من كل هاي رواتب الوزراء خاصة وزير العلوم وغيره وغيره وغيره. يعني تقدر تستغرب يعني الوضع مش قادر يعني شعر بمواطن لدرجة أني أتألم، حتى الكتابات حتى الشعب كله يعني مشكلات كثيرة أو يسقطوا يعني إيش بيسووا. صحيح. طيب لكن مع ذلك يعني في المظاهرات التي خرجت في تعز ربما البعض اليوم يطرح تخوفات ويقول أن هذه التحركات للمواطنين غير ضرورية لأنها تخدم الانقلابين، ما رأيك في هذا الطرح؟ صحيح، ضروري للشعب لأنه لازم أن الشعب أنه يدافع عن حقوقه كمواطن. أنا الخوف من أن المظاهرة التي لحظة معينة جهة معينة، لأن تحدث الآن بس لكن الجوع يعني زي ما يقول يعني بالمختصر الجوع كافر. الوضع إن شاء الله أنه يتم الأحسن، لو المظاهرة هذه ما فيش أي تسييس لا بتصير بوفق المشاريع المطلوبة للمواطنين. شكرا سارة من تعز. نذهب لمشاهدة بعض المشاركات التي وصلتنا من خلال الواتساب حول الموضوع. يؤلمنا ويؤسفنا الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن، الوضع الاقتصادي وكذلك الوضع السياسي والاجتماعي في اليمن. الدولار تعدى أكثر من 800 ريال يمني، هذا يدل على فشل حكومة الشرعية وكذلك الانقلاب الحوثي المؤلم. نكبة 21 سبتمبر هي الذي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه الآن، المجاعة والفقر والجه والتخلف والأوبئة والكوليرا وانقطاع الرواتب، انقطاع الماء، انقطاع الكهرباء، هذه كلها بسبب الانقلاب الحوثي وبسبب نكبة 21 سبتمبر. وكذلك قصور في أداء الحكومة، الحكومة نحملها المسؤولية بسبب الأوضاع المأساوية في اليمن بصفتها الممثل الشرعي للشعب اليمني في الداخل والخارج. ولذلك على حكومة الشرعية أن تعمل جاهدة على تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن، خاصة الوضع المعيشي، توفير المواد الغذائية، توفير مرتبات الموظفين، إرجاع الدولار إلى ما كان عليه سابقا. الآن أصبح 100 دولار بأكثر من 80,000 ريال يمني. المجاعة موجودة، الفقر موجود، يؤلمنا ويؤسفنا هذا الوضع. نحن في الخارج نتابع الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني لليمن، توجعنا قلوبنا عليه، لا ندري ماذا نعمل، كل طرف يحمل الآخر. الانقلاب يقول هو العدواء، الحكومة الشرعية تقول هو الانقلاب الحوثي، وكلهم هم سبب هذه الأوضاع المأساوية في الجمهورية اليمنية. أمام محلات بيع اسطوانات الغاز ولا يجدون اسطوانة واحدة لطهي ما يمكن طهيه وسد رمق
جوع أولادهم الجياع، مواطنون جن جنونهم خرجوا في ثورة للجياع يطالبون بحقوقهم لا أكثر ولا أقل من الدولة المنشودة والتي لا تلقي أي اهتماما لهم ولصراخهم. أناشد قياداتنا السياسية، أناشد كل مالكي القرار، كل من بيده فرصة لزحزحة هذا الوضع من أن نقع في الهاوية، أن يقوم بما يجب عليه القيام به في منع تدهور اقتصادنا ونزوله إلى الحضيض. أدعو كل الناشطين إلى القيام بواجبهم في التوعية، أدعو كل المواطنين وكل الناس إلى الخروج يدا بيد في الوقوف صفا واحدا والقول نحن جائعون، اقتصادنا ينهار على مرأى أعيننا وأسماعكم ولا تحركون ساكنا. إذا تابعنا هذه المشاركات من خلال واتساب حول الموضوع، لدينا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير أخ سامي. أهلا وسهلا بك، مساء النور. تعليقك ومشاركتك في الموضوع حول تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي وتحركات الشارع. والله من ناحية التدهور يعود بشكل أساسي على الحكومة اليمنية التي الفساد ينخر فيها نخ، بدل ما نبحث عن من التحالف ان يعالج لنا مشكله تدهور العمله ومن دول العالم، اول شيء نقوم بنقد انفسنا، نقد هذه الحكومه التي لها دور كبير في تدهور العمله. وجود نحن في ايام ازمات وايام حرب، وجود فيها ما يقارب 35 وزير او وزاره، وجود فيها ما يقارب من 400 إلى 450 ما بين وكيل وزارة وبين مدير مديرية. هذه القرارات التي تصدر ما بين يتبعها اللي هي المرتبات بالدولار بالعملة الصعبة وبدلات السفر، هذا كله الفساد الذي أدى، هذا من أحد الفساد الذي أدت إلى انهيار العملة. الموارد التي نصدرها تم قطع تصديرها منذ 3 سنوات، الغاز، النفط، المواد الغذائية التي كانت ترفد الاقتصاد بالعملات الصعبة، كذلك العائد الأكبر والأهم التي كان يعود للوطن من المغتربين، الآن أصبح ما يقارب نصف المغتربين قد عادوا، والنصف الآخر ما يقارب منهم 70% معطلين عن العمل بسبب القرارات التي حدثت لهم خلال هذه السنة. طبعا هذه العوامل التي أدت إلى الانهيار. وقبل أن نلوم التحالف ونلوم دول العالم أن يوقفوا معنا ونناشد المملكة العربية السعودية والإمارات، أول شيء ننتقد حكومتنا الفاسدة، حكومتنا التي ليس لها إلا إصدار القرارات للمسؤولين والفسدة. برأيك نحن الآن قرابة 4 سنوات بالحرب، ولا يوجد لدينا وزير دفاع، وموجود معنا وزير سياحة ووزير ثقافة ووزير. ما يقارب 450 ما بين وكيل وزارة ومستشار وزارة ومستشار الوزارة موجودين بالمخصصات والمرتبات في دول الجوار بشكل عام. وآخر وشر البلية ما يضحك يا أستاذي، أننا وجدنا صاحب مطعم أصدر له قرار مستشار الوزارة. إلى أين هذا الفساد؟ فين المطعم هذا؟ نفط الخليج كامل. فين المطعم هذا؟ لانهارت العملة. طيب يا ماجد، ماجد صاحب المطعم هذا فين؟ في أي دولة؟ هذا موجود الكل عارف به، سأرسل لك بالوثائق الرسمية الخاصة أستاذي. طيب ما هي وثائق؟ بس هو بمطعم ومعه درجات مستشار وزير. بس يبدو انه الاكل اللي يعملوه في المطعم لذيذ والمسؤولين عنده يعني لهم علاقه. نعم 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 نعم، حسب المعلومات اللي وصلت لي انه كانوا وزراء يذهبون الى عنده. قال لي احد الاصدقاء اذا احتكيت بوزير وشربت معه واحد كافي سيصدر لك قرار. طيب بمعنى طيب ماجد، تعتقد لو التحالف اليوم قرر طرد المسؤولين اليمنيين والمستشارين والوكلاء والوزراء وعادهم الى اليمن لممارسه مهامهم من داخل ارض البلاد يعني، وحولت رواتبهم بالريال اليمني، هل تعتقد ان الوضع سيتحسن اكثر؟
نعم 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 سيتحسن وسيشعرون بالمسؤولية وسيشعرون بماذا يعاني المواطن من قلة الأمن من قلة وستبدأ حركة النمو تبدأ بالسير. ولكن هم الآن بالفنادق في دول الجوار بشكل عام كل واحد منهم وكيل وزارة وزير الفلانية يعين ابن وزير الفلانية بينهم تبادل مشترك وكأنها كعكة يتقسمون فيها. بالله عليك أخي سامي لا هم لم يقول نظام صالح طيب الذي يعني هم كان يمكن قبل سنة سنتين كانوا وزراء وحكومة فنادق الآن ما شاء الله يعني اشتروا شقق في عواصم عربية نعم 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 بالتالي نعم استقروا ويبدو أنه مؤشر أن المسؤولين يشترون شقق في خارج البلاد أن الأمور بالنسبة لهم مطولة والحرب مطولة وبالتالي ليست لديهم رغبة في العودة ربما. أكيد أكيد وفوق هذا ليس فنادق أو مسمى وطن ولكن مشاريع استثمارية كقرى سياحية الآن بدأوا يبنوا بها وكل هذا على ظهر اقتصاد الوطن على انهيار الاقتصاد. كل هذا يؤثر على انهيار الاقتصاد ولا يوجد لدينا أي حس وطني باستقرار اليمن وعودة الدولة. أهم شيء مشاريعهم الخاصة ومشاريعهم الصغيرة التي يسعوا إلى تحقيقها. طيب ماجد اليوم هؤلاء المسؤولين وهذه الحكومة ربما والمحللين القريبين من هؤلاء يقولون أن التحركات الشارع وحالة الرفض من قبل المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية تخدم الانقلابين. برأيك في ظل هذا الوضع الاقتصادي السيء وحالة المجاعة التي وصل لها اليمنيون المغلوبين على أمرهم في الداخل ما هي خيارات المواطن اليوم للتعبير عن ما وصل إليه الحال إذا كان يتم تخوينه وانتقاده بأنه إذا خرج للشارع ورفضت ورفعت صوتك أنت اليوم تخدم الانقلابين فما هي خيارات المواطن برأيك؟ يستمر ونحن معهم مع ثورة القياء نحن معهم قلبا وقالبا وسنعود إلى أرض الوطن وسنستمر معهم وسنزل هؤلاء الفاسدين. نقول لهم أنكم لا تختلفون على نظام صالح الذي سرنا عليه ب 2011 لا تختلفون عليه ونظام صالح لا أريد أن تمجد نظام صالح ولكن كان نظام صالح يمارس الفساد ولكن بذكاء. هؤلاء يمارسون الفساد بقمة الغباء استصدار قرارات يا أستاذ سامي محافظات لم تتحرر مديريات لم تتحرر يتم إصدار قرار مديرية محافظة لماذا ليتم أخذ المستحقات المحافظة أخذ المستحقات المديرية للمدراء الجدد المحسوبين على الشرعية. أشكرك. برأيك محافظين أو محافظات ومديريات ومدراء عموم ومدراء مديريات كل هؤلاء يستلموا العملة بالدولار كل هذا على حساب قوة المواطن على قوة المواطن الضعيف المسكين كل هذا على حساب دمار بلادنا وعلى اقتصاد بلادنا. أنا شكرا لك ماجد. طيب اتصال آخر عبد الصمد القاضي من تعز أهلا بك عبد الصمد. إذا اليوم وضع بائس ربما والمواطنين يموتون من الجوع يعني ربما شاهدنا الصور والفيديوهات منتشرة والأطراف المعنية كل طرف يحمل الآخر مسؤولية ما وصل إليه الوضع. برأيك من يتحمل المسؤولية اليوم وما هي الحلول الممكنة؟ أولا نتحدث عن الوضع المعيشي الذي ما زال منذ 4 سنوات من بداية الانقلاب الحوثي. يتحمل الوضع الراهن للسلطة القائمة والسلطة المترفية دوليا هي السلطة الشرعية التي كان فيها أمل المواطنين الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم ومنازلهم شردوا طردوا هجروا قتلوا وصيبوا لأجل استعادة الشرعية للشعب هي الشرعية استعادة الدولة من أيادي الانقلاب. ما شعروا الآن بالخذلان مع تدهور الوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي الساحق الذي اجتاح اليمن خلال الشهور الماضية يوجد أنه في الهاوية ويجد الشعب أنه في الهاوية لا ضحى لأجل العدم ضحى لأجل لا شيء. الآن يتحمل المسؤولية بالأول والأخير الحكومة الشرعية الفاسدة التي لم تستفد منها الشعب إطلاقا سوى التفادي الابتدار في الخارج التفادي مدراء المكاتب العقارية في القاهرة في تركيا في دول العربية الأخرى في ماليزيا في ألمانيا استفاد من الشرعية القوى الانقلابية التي كانت مساندة للانقلاب حتى آخر لحظة من موت المخلوع استفادوا هؤلاء لأنهم تم إعادتهم إلى السلطة من البوابة الخلفية تم إعادتهم إلى مربع الحب تم إعادتهم إلى مربع الفساد الذي تلوث به كل السلطة الشرعية.
طيب 80% اليوم من الأرض اليمنية يقول مسؤول الشرعية أنها محررة وباتت خاضعة لسيطرة الشرعية، لكن هؤلاء المسؤولين ما زالوا خارج البلاد، هل من الواجب الآن أن يتخذ قرار من التحالف ربما بطرد هؤلاء المسؤولين والعودة لممارسة مهامهم من أرض اليمن وأن يستلموا مرتباتهم بالريال اليمني الذي انهار وتدهور وتعدت قيمته ربما 300%؟ هل سيكون هذا حل برأيك؟ الحل الأول هذا ليس حل، حتى لو كان هناك حل بهذا الصورة سيكون حل جزئي وليس مستمر، حل مؤقت. الحل للوضع الراهن إعادة تفعيل الموانع، إعادة تصدير إيرادات للبنك المركزي اليمني في عدن، تفعيل البنك المركزي في عدن، إعادة تصدير النفط من كل المناطق اليمنية إلى الخارج. الآن أربع سنوات والتصدير موقف، أربع سنوات والمعاني موقفة، أربع سنوات المسارات موقفة. يا أخي الطائرات اليمنية تستغرق آلاف الدولارات بالليل الواحدة تبيت خارج الأراضي الوطنية. حتى لو أتاح الفرصة ولو سيطروا على الوضع في عدن على الأقل لتأمين الطائرات، طائرات المسافرين، واكتسبوا آلاف الدولارات، ملايين الدولارات على لا شيء. هناك حلول جبريه قد تخدم الشعب اليمني لفتره طويله، اما حلول مؤقته تستمر شهر شهرين، مثلا ايداع للبنك المركزي بملايين الدولارات او مليار الدولارات، كم تستمر هذه الوديعه لخدمه الشعب اليمني؟ صحيح. طيب عبد الصمد، اريد منك تفسير هذه الاسباب، اسباب الانهيار الاقتصادي، ربما اعاده تصدير الثروة النفطية، أيضا فتح الموانئ والمطارات وما إلى ذلك، ربما من منافذ ونوافذ يمكن أن يأتي من خلالها العملة الصعبة، وأيضا تحويلة المغتربين الذين شردوا وطردوا ربما وعقدت أمورهم أكثر. لماذا برأيك لا يتم الاستجابة ووضع حلول لمعالجة الوضع الاقتصادي بالنظر إلى هذه الأسباب، يعني ربما إعادة تصدير النفط، فتح المطارات والموانئ، لماذا عدم التعاطي بإيجابية مع هذه الأسباب التي ربما أصبحت معروفة واضحة ويتحدث بها المواطن البسيط؟ المواطن اليمني بحث عن الشرعية وهاجر بالشرعية، يضحون في البلاد والقائمين عليها في الخارج. هذه السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى الغضب الشعبي الذي اجتاح منظم شوارع تايز. تايز تثور طبعا، يعني منذ أربع أيام إلى خمس أيام والمحلات مغلقة تماما، اضطراب شامل، مظاهرات ليل ونهار ضد الحكومة الشرعية. لماذا هذا الغضب ضد الشرعية؟ لأن تتخذ سيرة التجويع. حتى دول التحالف مع الأسف الشديد، دول التحالف كل شهر تزداد العقوبات على الأيادي العاملة في المملكة السعودية، يزداد فرد الأيادي العاملة، الفرد الواحد في المملكة السعودية ينفق على الأقل على أربع أسر، من سيكون لهؤلاء الأسر؟ إذا ارتفع كيف الدور، الحاجات الأساسية ارتفعت، المبالغ والدخل الشهري للفرد لا يوفر المطالب الأساسية للأسرة. يا إنذار، هناك قصف موت جماعي، بلاد جماعية بالجوع. لو كان القصف يموت فردين، ثلاثة أفراد، أربعة أفراد، خمسة عشر أفراد، فهذا الجوع الأزمة وغلاء المعيشة. بلاد جماعية للمواطن اليمني، بلاد جماعية لن يتمكن من الحصول على قوته اليومي. طيب شكرا جزيلا لك صادق من تعز. من مأرب الأخ نبيل الفقي، أهلا بك نبيل. السلام عليك أخ سامي. وعليكم السلام. نبيل، السؤال الأول لك، ربما شهدنا مظاهرات واحتجاجات في تعز، في مأرب حتى الآن لا توجد مظاهرات، وأنا عندما أطرح هذا السؤال ليس الهدف من هذا السؤال أنه المفروض المواطنين يخرجون في مأرب للمظاهرات والاحتجاجات، كيف يفكر المواطن في مأرب بالاعتراض والتنديد ربما بحالة التدهور الحاصلة في الوضع الاقتصادي؟ لأنه أيضا هناك من يتفق يقول أنه لا جدوى من خروج هذه المظاهرات غير خدمة الانقلابيين وتعريض الناس ربما لمخاطر أكثر، وأنه ربما غير مجدية هذه التحركات في ظل حالة الحرب المفروضة الآن داخل البلد. نعم، قد أقسامك قد لا تجدي المظاهرات، ولكنها قد تكون نوع صحي من خلال ما حصل في الوطن. أقسامك كما يعلم الجميع ويعرف الجميع أن الوضع الاقتصادي متدهور جدا، ونحن داخل حرب وأزمة وتدهور للريال.
ما وجدناه في الشارع المارب، وانا اتكلم انا في وانا في المارب مثلا كان التدهور الاقتصادي تدهور كذا لا يتكلم به الا الاقتصاديين، لكن مع الازمه ومع هذا حتى المواطن البسيط صار يعرف سبب الازمه وما هي ومن اين اتت الازمه ولماذا تدهور الريال. يعني في الشارع مثلا قد تجد الرجل البسيط العادي في الشارع وكل الناس هنا في مأرب متضررين في مأرب وفي جنون عامة، لكن عندما تتكلم مثلا في الحركة التجارية والحركة في مأرب قد تجد المواطن البسيط متضرر، قد تجد التاجر بنفسه متضرر، اليوم يبيع بمبلغ وغدا يريد أن يأتي بمبلغ أكبر منه ليشتري، يعني باع اليوم بما اشترى ولكن يستطيع أن كذا، وهذا بعض الناس أغلقوا محلاتهم وبعض السراكين. الوضع الاقتصادي صار المواطن يعرف يقول يعني لماذا نحن نريد العملة الصعبة وتتوقف عملية تصدير الناقص والمواني في عدن وغيره، المنافذ الحكومية والمنافذ الجمركية لا تفعل كذا إلا منفذ واحد إلى المملكة العربية السعودية، لماذا لا تشغل المواني وتشغل المطارات، لماذا لا نصدر النفط إلى ولدينا نفط، هذا ساعد علينا. يعني لم يعد الاقتصاديين يتكلمون بهذا، يتكلم المواطن البسيط بما أنه يعني صار يعرف وصار واضح للعيان أن سبب الأزمة هو ضعف الأداء الحكومي، وكذلك هذا التحالف وهو من جانب أخلاقي. يعني عندما تتكلم عن تدهور الريال وعدم إيجاد العملة الصعبة ولدينا بدائل، لكن هناك من يحلل أكثر وهم أقرب يقولون أن هذه الأزمة قد تكون من أجل الضغط على الشرعية وهي مفتعلة، وهذه ما يراقبه المؤشرات التي المبعوث الأممي في زيارته للمكوكية إلى اليمن وغيره إلى دول الخليج للضغط على الشرعية، أو حتى يكون مثل ما حدث في 21 سبتمبر في أثناء الجرعة وتتغير الامور راسا على عقب، وقد تزاح الشرعيه عن هذا ما يتكلم به بعض السياسيين او بعض اصحاب الشان. وهذا المواطن البسيط يعرف، وصار الكل يعرف سبب الازمه وقد تزاح الشرعيه، يعني هذا ما يحلل بعض الناس، ولكن بالمقابل او الواجهه الاساسيه تشغيل الموانئ تصدير البترول، وهذا ليس كلامي كلام الناس وكلام حتى المداخلات وكل الناس في المقاهي، وهذا واضح. يعني دعونا ندير شأننا ونحن نستطيع أن نعالج تدهور الريال. أشكرك جزيلا، شكرا لك. طيب اتصال أيضا من تعز الأخ محمد عبد الله صالح، أهلا بك محمد. أهلا مرحبا، اهلا وسهلا محمد، تعليقك مشاركتك في الموضوع، برايك من يتحمل اسباب الازمه الحاصله الان، ولماذا لا يلتفت المسؤولين والمعنيين بهذا الملف سواء في الحكومه او التحالف لمعالجه حاله التدهور واسبابه اصبحت واضحه ربما معروفه، المواطن البسيط اصبح يعرفها ويتحدث بها. اسمعني من الهاتف يا محمد، يعني لو تخفض صوت التلفزيون عشان ما يتاخرش الصوت. والله يا اخي من رايي انا اشوف الحكومه هي تتحمل، الحكومه والتحالف بشكل عام يتحمل هذه الاوضاع حاليا اللي في اليمن. الاطراف نفسها يمكن الو اسمعني من الهاتف يا محمد، تكلمت على الهواء. محمد يبدو فقدنا الاتصال. طيب اتصال آخر. الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن يا أخي الكريم لم يعد يخفى على أحد، الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه المواطن اليمني. طيب انهيار الريال اليمني إلى أدنى مستوياته، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الوقت الذي انعدمت فيه المرتبات ولم تعد تجدي نفعا، حتى إذا كان هناك مرتبات لم تعد تجدي نفعا، فقر ومجاعة، الشعب اليمني يموت من الجوع. وهنا يتساءل البعض من المسؤول؟ من المسؤول عن هذه الحرب الاقتصادية؟ من المسؤول عن هذا الوضع الاقتصادي المتردي؟ المسؤول الأول والأخير يا أخي العزيز عن هذا الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصلنا له هو التحالف. التحالف هو المسؤول الأول والأخير. التحالف هو الذي أوصلنا لما نحن فيه.
هو استخدم التحالف الحوثي كذريعة وكمطية لتدمير اليمن. لكن أنت الآن بهذا الكلام تبرئ الحوثيين وهم من قاموا بالانقلاب. أنا لا أبرئ، لا أنا لا أبرئ الحوثيين. الحوثيون هم ميليشيات لا تؤمن بالشعب اليمني إطلاقا. هؤلاء كيف نحملهم مسؤولية وهم ميليشيات أصلا خارجين عن النظام والقانون؟ هؤلاء انقلابيون، لا نحمل انقلابيون، نحملهم المشكلة أوكي، لكن نحملهم كل الوضع الذي نحن وصلنا إليه؟ لا، من الذي أوصل لنا الانقلابيون؟ ومن الذي صنع الانقلاب؟ من الذي أدخل الحوثيين إلى صنعاء؟ من الذي دعم الحوثيون؟ من الذي حفظ على الحوثيون لأربع سنوات؟ من الذي لم يسمح بالقضاء على الحوثيون؟ لماذا تتوقف الجبهات؟ لماذا يحارب الشعب اليمني بهذه الطريقة من قبل إخواننا وجيراننا؟ ما الذي عملنا بهم؟ ما الذي بيننا وبينهم؟ ما هي الأسباب التي تدفعهم إلى إهانتنا وإلى تركيعنا وإلى إذلالنا وإلى استعال الحروب من أجل أن نظل في الحضيض عشرات السنين ومئات السنين؟ ما الذي فعلنا بهم يا أخي؟ ما هي الأسباب؟ متى سنصل إلى حل نهائي مع جيراننا؟ جيراننا هم أعداؤنا الحقيقيون الذين ظهروا على حقيقتهم يا أخي الكريم. هؤلاء يحاصروننا، يحاصرون نفطنا ويحاصرون موانئنا، ثم يعطوننا بعض الفتات ومع ذلك يريدوننا أن نشكرهم. ما أعقرهم يا أخي العزيز؟ رسالتنا للتحالف أن ارفعوا أيديكم عن ثرواتنا، ونحن في غنى عن وديعتكم. تمخض الجبل فولد فأرا. قبل 6 أشهر المملكة العربية السعودية تتبرع ب2 مليار دولار، وين راحت؟ لماذا المملكة العربية السعودية لم تدع هذه 2 مليار دولار؟ والآن تمخض الجبل فولد فأرا، 2 مليار دولار أصبحت 200 مليون. يا أخي العزيز، لأنه على رأس السلطة اليوم في اليمن فاسدين، يعني هناك مجموعة من المسؤولين للأسف فسدة ينهبون المال العام، وبالتالي التحالف يتعامل معهم بهذه الطريقة. يعني أن هناك فساد في الشرعية، والشرعية أيضا تتحمل الجزء الأكبر من الوضع المعيشي المزري الذي نحن وصلنا إليه. الشرعية صماء وبكماء. ما الذي تفعل هذه الشرعية؟ وما فائدة هؤلاء المسؤولين؟ لماذا لا يخرجون للعلن؟ لماذا لا يستديرون من مناصبهم؟ يا أخي أنت ترى شعبك بأنه يموت جوعا، ألا تستحي أن تظل في منصبك إذا لم تستطع أن تخدم شعبك أو أن تنفع شعبك أو أن تقدم شيئا لهذا الشعب؟ تستبدل من منصبك يا طيب يا محمد. منطق منطق يعني جوعاً. أن تريد المسؤولين اليمنيين أنه يقدم استقالته وينسحب من المشهد، والراتب الذي بيستلمه الدولار، والعيشة وحالة الأمن لو لأولاده خارج البلاد، يعني أن تطالبه بشيء من سابع المستحيلة. يعني لم يقدموا على هذه الخطوة والبلد مستقر، سيقدموا عليه في حالة حرب؟ فعلا أصبحوا هم يعني همهم أنفسهم وأبنائهم وأقاربهم. هذه هي الشرعية، لأن شرعية الأبناء والأقارب والأهل والأحفاد. أما الشعب اليمني فهو يموت جوع ولن يلتفت له أحد. يا أخي الكريم، الحوثي يتحمل مسؤولية، لكن الحوثي يتحمل مسؤولين من الدرجة الثالثة. الدرجة الأولى يتحملها التحالف، ثم الشرعية الدرجة الثانية، ثم الميليشيات الحوثية الدرجة الثالثة. الحل قد يتساءل البعض ما هو الحل؟ الحل يا أخي هو في ثورة الجياع. هو في ثورة عادي، ما تزعلش مني، خليهم كلهم في المركز الأول، لا توزعهمش مراكز، خليهم كلهم في المركز الأول، كلهم سبب المشكلة. طيب الآن المواطن إذا خرج للشارع وتظاهر قالوا أنه يخدم الانقلاب، وإذا ظل في بيته ربما يموت من الجوع ولا أحد يبالي، وحتى الناس خرجوا للشارع وشاهدنا الفيديوهات وانتشرت في وسائل الإعلام العالمية قبل العربية، لكن لا أحد يلتفت ولا أحد يستجيب. تعتقد تحركات الشارع هل يمكن أن تثمر عن شيء؟ نعم، ممكن أن تثمر تحركات الشارع في حال ما إذا الشارع أوجد قيادة تسمى مجلس ثورة الجياع. تتقدم هذا المجلس، ينطلق إلى الأمم المتحدة، إلى الاتحاد الأوروبي، إلى المنظمات الحقوقية، يسوق القضية اليمنية، يوضح للعالم ما الذي فعله هذا التحالف بالشعب اليمني، ويوضح للعالم أن الشعب اليمني أصبح يموت جوعا في وجود هذا التحالف. لكننا نحتاج إلى أن تكون هناك قيادة أو مجلس ثورة الجياع، مجلس ثورة الجياع بهذا المنطلق، تتحرك لتسوق العالم قضيتنا. بإمكان هذا الحراك أن ينتج، وبإمكان هذا الحراك أن يشكل ضغطا على التحالف وعلى الشرعية وعلى كل من له يد في إيصال الشعب اليمني إلى هذا الوضع المزري. أشكرك جزيلا محمد من الهند. اتصال آخر، أبو سمران من المملكة العربية السعودية. أهلا بك أخو أبو سمران. عليكم. برأيك من يتحمل مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني ووصوله إلى حالة المجاعة؟ أولا عزيزي، قبل كل ذلك، كل ما يتعلق بالإنسان اليمني أصبح معدوم ولا يخفى على الجميع. تقريبا 20 مليون يمني وسط ظروف إنسانية صعبة، وانعدام الخدمات الأساسية،
كذلك غياب الامن، كذلك زياده النازحين، المقاعد تهدد اليمنيين كامل، حتى المغترب الذي يعد رافد في الاقتصاد اصبح مقيد وما تقاضاه لا يكفي حتى اسرته. شبكات التواصل الاجتماعي تعد بالصور ونزول ميداني من بعض فاعلين الخير الى اغلبيه الاسر اليمنيه الفقيره لا تملك حتى قوت، لا اقول قوت يومين، حتى بل وجبه، ماذا اكثر من ذلك؟ صح. كل هذا وطرفي نزاع ولا على بالهم. ننادي كل يوم يا حكومه شرعيه، يا حوثيين، يا امم متحده، يا حقوق انسان، وكان الانسانيه سلبت منهم، حتى الحيوان يشتق على فصيلته ولا اعلم الى اي فصيله ينتمون هؤلاء، وكانهم ليسوا مسؤولين عما يحدث. المهم اسرهم بالخارج يتمتعون بما الذ وطاب، واذا مرض واحد من اولادهم الا من اهلهم اخذوا للعنايه المشدده، والمواطنين يموتون جوعا ويقتاتون على ورقه الشجر هذا ان وجدت. والله يتحمل المسؤوليه جميع الاطراف المتنازعه الموجودين على الساحه، سواء الاطراف السياسيه، الاطراف المذهبيه، والشعب هو ياخذ جزء من ذلك. طيب باعتقادك الامور الى اين ستصل ربما ايضا، ولماذا لا يتم الاستجابه لهذا الوضع؟ الصور واضحه والفيديوهات، وربما يعني ما الذي يحتاجه اكثر من ذلك حتى يشعروا بالمعاناه التي يمر بها المواطن اليوم؟ والله يا اخي انا اظن انهم لا يحتاجون شيء، ولكن انا ارى انها انتفاضه اكتوبريه تندد بما يحدث. نريد اخراج اليمن من ازمات، من دوامه الازمات، مرددين الحريه للوطن من اقصى الارتهان، من سكاكين الخونه، من صوت القلاد، من قشع التجار، من اطماع السياسه، من جهل المتعلمين، من حصار العالم، من احقاد الاحزاب والجماعات الطائفيه. الحريه للوطن ولا حريه له، هؤلاء لا يستجيبون للمواطن اليمني رغم يعني الاثباتات والدلائل يعني واضحه. يعني استجاب دول العالم قبل الحكومات حقنا، سواء الشرعيه او الحوثيين او الاطراف المتنازعه، اصبحت قلوبهم لا تمد للانسانيه بالسلاح، قلوبهم كالاحجار بل اضل من ذلك. اشكرك جزيلا ابو سمراء من المملكه العربيه السعوديه، شكرا جزيلا لك. اتصال اخر. طيب إذن وصلنا نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة في أمان الله.